شوف اللي حصل معايا قبل نص ساعة. طبعا هذا من القحبة عنصري، كلب ابن كلب انجليزي راد يدعم سيارتي وقام يفشر علي لان انا اجنبي. وقفته اجى على سيارتي، شوف اللي سواه. هسه خابرت الشرطة، طبعا الشرطة راح تاخذ طريق لابن القحبة هذا كالعادة، بس الحمد لله جانا رئيس وزراء هندي بلكي ياخذ حقنا. طبعا جو الشرطة وعلقت بيني وبينهم، هذا اللي صار. Don't put hand fucking it's, me. Well, listen to what I'm no, telling I'm you. No, I'm not listening. That's an irascible offence. You're in the road. Just relax. Stop. There's children.